الرحيم وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ظهر ضيف جديد وافتقده الناس لعقود، ولكنه ثقيل، اسمه البق، وظهر في مدينة الأنوار باريس في فرنسا، هذه الدولة المتقدمة، بحيث أعلنت بلدية باريس الطوارئ، بل أعلنت عجزها عن مواجهة البق، وصارت تستغيث بالدولة بإسرها. فحدث اجتماع طارئ ليس لمواجهة الإرهاب، ولكن لمواجهة هذه الحشرة الخطيرة التي تسمى البق. الله، عشنا وشفنا، أطال الله أعمارنا حتى رأينا البق يخرج فجأة لكي يفرض أجنداته على دولة فرنسا. لا حول ولا قوة إلا بالله. وحينما أعلنت بلدية فرنسا عن عجزها في مواجهة هذه الحشرة الصغيرة الصغيرة النشيطة النشيطة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إذا ببعض رموز الدولة يخرجون بتصريحات هم أيضا يلقون باللائمة على أن بلدية باريس هي المسؤولة. لا حول ولا قوة إلا بالله. فبدأ التراشق بين بلدية باريس وبين حكومة فرنسا. فما هو هذا الضيف وما هي خصائصه؟ لا إله إلا الله محمد رسول. البق هذا جندي من جنود الله تبارك وتعالى، حجمه صغير جدا 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 جدا، ليس له أجنحة، يعيش في كل البيئات الرطبة الحارة، يظل 12 شهرا بدون أكل ولا شرب، متربص يرتقب يترقب حتى تأتيه الفرصة المواتية. فهو لا يفرق بين الضحايا، مهمته في الحياة أن يمتص الدماء، أن يمتص دماء الإنسان والخفافيش، حتى الخفافيش يمتص دماءهم، يمتص دماء الحيوانات، البهائم، الدواب، لا يفرق بين فرائسه. فكل من يدب على الأرض إذا استطاع البق أن يصل إليه يكون بإذن الله تبارك وتعالى مجتهدا في أن يؤدي وظيفته التي من أجلها خلقه الله سبحانه عز وجل، لإذلال هؤلاء الذين يزعمون أنهم يسيرون العالم المستكبرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. سأصرف عناياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، ويروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. أين ظهر؟ ظهر في المدارس حتى اضطرت مدرسة أن تغلق أبوابها رغم المجهودات التي قامت بها لمحاربة البق، فأعلنت عجزها وترجمت ذلك العجز بإغلاق المدرسة. ظهر في مترو الأنفاق، ظهر في الأوتوبيسات، ظهر في السيارات، ظهر في دور السينما. وأغرب ما وقع لمالك للسينما أنه فاجأ الناس بهذه التدوينة، فقال لهم ولكل رواد السينما أنه ليس مسؤولا عن عض البق لرواد السينما، وإنه لا يمتلك أبدا أي وسيلة لمحاربته. وأنتم تعرفون أن بلدية باريس قد وقفت عاجزة وليس موجود في السينما، فأنا أطالبكم وألتمس منكم أن لا ترفعوا الشكاوى للقضاء من أجل أن تحصلوا على حقوقكم وتعويضاتكم، فأنا لا أعوضكم من الآن. فمن أراد أن يدخل إلى السينما فليقم بكل الإجراءات من أجل أن يواجه البق، أما من عضه البق في السينما فالبق موجود في كل مكان، فلا شرعية لشكاويكم. هذه بإذن الله تبارك وتعالى مسألة ظهور البق. النقطة الثانية، ما هي أسباب ظهور البق في فرنسا؟ لا إله إلا الله. سارع أحد المسؤولين في الحكومة الفرنسية بربط البق بالمهاجرين، أي أن المهاجرين الذين يأتون من بلدان الهجرة إفريقيا والدول العالم العربي والإسلامي
هم سبب هذا البقاء، في حين أن المسلمين المهاجرين إلى فرنسا أناس متوضئون متطهرون طاهرون متميزون بالنظافة، لأن الإسلام دين النظافة، والإسلام هو الذي أدخل النظافة والحمامات إلى كل بلدان أوروبا. فإن كان للإسلام من فضل على غير المسلمين، وخاصة تلك الأرض التي وصلها المسلمون كفرنسا، أنه أوصل إليهم بإذن الله الصابون والحمامات، هذه مسألة معروفة. إذن فكون المهاجرين يتهمون بكل نقيصة من قبل هؤلاء، هذا اتهام مجاني، وهذه طريقة لا أخلاقية في مسألة رمي ناس بمسألة لا دخل لهم فيها، خاصة وأن باريس يكثر فيها الكثير الكثير من الأوساخ والصراصير والفئران، وما قضية الفئران عنا ببعيد. إذن فلماذا رمي المهاجرين المساكين بذلك؟ بل قام أحد الظرفاء بالإتيان بخريطة فرنسا التي تحتوي على المناطق المتواجد فيها البق بكثرة، فأظهرت أن أماكن تواجد المهاجرين خالية من البق، وأن البق يتواجد في تلك المدن خاصة باريس التي لا يكثر فيها المهاجرون. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أما السبب الثاني فأنتم تعرفون أن اليسار الذي يسير بلدية باريس ويشرف على تسير دواليبها طالب حينما ظهر الفئران في كل مكان في باريس، طالب بحسن التعامل مع الفئران وعدم تتبعهم أو اقتصاص منهم أو وضع حد لحياتهم. فالفئران لا بد من مراعاتهم ومراعاة حياتهم، لا بد لليسار أن تكون له هذه الرحمة بهذه الدواب التي تدب على الأرض. فامتنع الناس عن مواجهة الفئران حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون والمتابعات وأداء الإتاوات والضرائب والذعائر عن كل فأر يتم قتله إذا ثبت ذلك بالدليل والبرهان والحجة الدامغة. على نفس النمط فإن اليسار لا بد أن يسير على قراراته السابقة، فليدعو اليسار الفرنسي الذي يسير بلدية باريس على وجوب التعايش مع البق كما تعايشتم مع الفئران. ونحن عندنا في الإسلام الفأرة هي والعياذ بالله تنتمي إلى الفويسقات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلون في الحل والحرم، الحية والعقرب والكلب العقور زيد والفأرة والحدأة. لا إله إلا الله، هذه من الفويسقات. ولكن أنتم بإذن الله تبارك اليسار رحماء أكثر من اللازم، فكما طالبتم سكان باريس بحسن التعامل مع الفئران وعدم مطاردتهم، فلولا أن تسيروا على نفس النمط فلا ينبغي أن تتعايشوا أيضا مع البق. لكن هذه الفحشرة البق هذه تكون صابرة كامنة متربصة مرتقبة، فإذا أغلقت النوافذ زين وأطفئ النور خرجت العشرات في الليل لها سرعة خارقة لكي تنقض على جسد الآدمي فتحيله إلى جزيرة حمراء. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثالثا، السبب أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى، كأن الله تبارك وتعالى حينما أراد اليسار أن يستعيذ بلحوم الأنعام الحلال وأراد من البشرية أن لا تأكل لحم الدجاج ولحم الأرانب ولحم الخرفان ولحم الماعز ولحم البعير ولحم البقر، قال لك: لأن هذه تدل على شراسة الإنسان وعدم رحمته، ولذلك أرادوا أن يستعيذوا بلحوم الأنعام بلحوم الحشرات. الله أكرمكم بالحشرات، عليكم بالبق، عليكم بالبق، فإن هدية الله لكم البق. أردتم الحشرات أكرمكم الله بما تحبون، فهلموا فقد ساق الله لكم الرزق الذي تحبونه، فلا داعي للتذمر. فكما أنكم إن شاء الله تبارك وتقررتم أكل الديدان والحشرات، فإن البق من أفضل الحشرات.
إذن فهو إن شاء الله تبارك وتعالى أنتم تريدون. إذا كنت تريد شيئا فإن الله تعالى يعطيه إياك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنحن إنما نرجو أن يتكاثر هؤلاء، خاصة هذا البق، وأنتم تحبونه، لكي يكون إن شاء الله طرفا من أطراف ومكونا من مكونات الغذاء بالحشرات. المسألة الرابعة، ممكن أن لا يظهر فقط مسألة الفئران والبق في فرنسا، فالصراصير والكثير من هذه الحشرات تمتلئ بها فرنسا. إيه ليه؟ وإحنا السبب ديالنا واسمه هو، ذكرت لكم الأسباب. أنا عندي شي سبب ولا ما عنديش سبب؟ لا، السبب الذي يتحدث عنه علماء البيئة هو قلة النظافة، وقد أورد الكثير صورا وفيديوهات حول أماكن في باريس ينام فيها المتسكعون، يشربون الخمر، يتبولون هنالك، يفعلون الأعاجيب، بحيث تفتقد إلى أدنى شروط النظافة. وهذه البيئة الموبوءة أصلا هي أحسن بيئة لتوليد هذا النوع من هذه الحشرات المؤذية. إذن في النظافة، هما غادي يقول لك اسدي احنا نظاف، هذو اللي راهم جايين بأوروبا وإفريقيا هما اللي، وقد فند ذلك من قبل المختصين. إذن في النظافة. أما المسألة الثانية فإنني قلت ولا زلت أقول، الله تعالى وجه رسوله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع أولئك الذين يصدون عن سبيل الله. أما المشركون فقال أعرض عن المشركين، وأما الجاهلين فقال أعرض عن الجاهلين، أما المستهزئين برسول الله فقال إنا كفيناك المستهزئين. انظر معي، انظر معي، المشركون لا تلتفت إليهم، ولم يهددهم الله تعالى بأي عذاب، لعل الله يهدي المشرك. الجاهل قال أعرض عنه، لم يهدده الله، لعل الجاهل يعقل. أما الذي يستهزئ برسول الله فلم يمهل المستهزئ أبدا، وجه إليه هذا النذير والوعيد، قال إنا، دليل على كفيناك المستهزئين. لأن ماكرون منذ جاء إلى سدة الحكم وليس عنده مشروع إلا محاربة الإسلام، محاربة دين النظافة. أنت تحارب النظافة، دين النظافة، المسلم النظيف، المساجد النظيفة، الجمعيات النظيفة، أنت تحارب كل من له علاقة بالإسلام، تحارب النظافة، إن الله طيب، ها؟ فلا بد إذن أن تعاقب بمسألة تنقض النظافة، لأنك لا تريد النظافة. الذبابة لا تسقط إلا على مكان موبوء. هل تجد الذبابة تسقط في يعني زهرة؟ تعرفوا أن واحدة الحشرة لا تحب إلا المسائل الخبيثة المنتنة الريح، ولو أنها ذهبت إلى بستان وشمت رائحة الزهر تموت، تموت. هي بيئتها هي هكذا. أنت لا تريد النظافة، لا تريد من جاء بالنظافة، ولا من يتوضأ 5 مرات، ولا من يذهب إلى المسجد 5 مرات، ولا من يطهر المساجد صباح مساء بالبخور، ولا 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 ولا. أنتم لا تريدون ذلك عمليا، فالجزاء من صنف العمل. أنتم تريدون نجاسة العقائد، نجاسة الأفكار. أنتم تدعون والعياذ بالله إلى محاربة الفطرة، أنتم تدعون عياذا بالله إلى محاربة كل من له علاقة بالإسلام. قوانين الانفصالية كلها ضد الإسلام، إغلاق المساجد، وأكبرها هو ما صرح به ماكرون أن سب رسول الله وإهانته في الصحف هي مجرد رأي. حر، حرية الرأي، ياك ياك، حرية الرأي، ياك حرية. وكنت على المنابر أقول أقسم بالله لو أطال الله عمري لرأيت كيف أن الله يكفي رسول الله من يستهزئ به. إنا كفيناك المستهزئين. ولا زلت لم تر شيئا.
نعم فرنسا لا زالت لم ترى شيئا. بدأ البق بعد ذلك ينتقل، ورأيت فيديوهات قد انتقل البق إلى الجزائر. يا رب سلم سلم يا رب، فرنسا تصدر البق، يا رب سلم سلم. لابد إذن من عملية استباقية لمراقبة كل ما يأتي من فرنسا. أخيرا وليس أخيرا، الآن فهمت لماذا المغرب رفض مساعدة فرنسا، فكان قرارا سياسيا صائبا، ولكن لم أكن أن له جانب إنساني أيضا صائب فيه. أما الجانب الإنساني ففرنسا التي عجزت عن مواجهة البق لا يمكن أن نحملها أكثر لكي تعين الشرفاء في تلك الأرض التي ضربها الزلزال، فأولى أن تدخر تلك الأموال وتلك الدولارات من أجل مواجهة البق. فنحن لا نكلف فرنسا أكثر مما هي محملة على كاهلها بمسؤولية مواجهة البق. فاللهم يا ربي يا ربي باعد بيننا وبين البق، اللهم باعد بيننا وبين البق، اللهم باعد بيننا وبين البق كما باعدت بين السماء والأرض. وصلى الله وسلم على من جاء بالحق وعلى